اهلا وسهلا بيكم، انا معتز هاني ودي قناة كتب وسينما. هتكلم النهارده عن موضوع يعني فيما يخص السوشيال ميديا، واتكلمنا عن عدد من الحلقات قبل كده عن موضوع يعني التركيز والفيديوهات القصيرة بتعمل ايه في دماغنا، واتكلمنا عن مصطلح برين روت وعلاقة التيك توك بهذا الشيء، وازاي بيفسد انتباهنا للاشياء الطويلة زي مثلا وثائقيات او فيلم او اي حاجة. حتى لو بتاخد كورس معين ممكن يخليك ما تركز او ما تعرفش تركز على الحاجات الطويلة، لان انت تعودت على حاجات قصيرة، فيديو مثلا 10 ثواني والكلام ده. طبعا ده ليه اضرار كبيرة علينا، فدي هتكون حلقة في هذه السلسلة المتعلقة بالسوشيال ميديا. برضو بنتكلم النهاردة بقى وهنركز على حاجة اسمها عقلية البوب كورن او الفشار، يعني ليه عملوا المصطلح ده وايه معناه، والاتنشن سبان. طبعا المصطلح مشهور في الفترات الاخيرة في عصر السوشيال ميديا، انتشر يعني في مصطلحين كده منتشرين بشكل كبير جدا، الدوبامين وموضوع صيام الدوبامين، وموضوع طبعا الاتنشن سبان او مدى الانتباه بتاعك. فالحلقة دي هيكون فيها عدد كبير من المصطلحات اللي هنسمعها، في حاجات سمعناها قبل كده وحاجات هنسمعها لأول مرة، وهنشوف معناها ايه وازاي نقدر نصلح التركيز بتاعنا او نرجعه تاني زي زمان، او الانتباه وبعيدا عن الفيديوهات القصيرة والسوشيال ميديا. طبعا الاتنشن سبان ده اللي هو يعني مدى الانتباه بتاعك، او مقدار الوقت اللي انت بتقضيه في التركيز على مهمة قبل ما يتشتت انتباهك. يعني هتقعد قد ايه مثلا تذاكر وفجأة تمسك الموبايل، يعني انت فجأة تشتت انتباهك كده، طب يا ترى قعدت قد ايه؟ قعدت مثلا 5 دقايق، طب قعدت 10 دقايق تذاكر وبعد كده فجأة تشتت انتباهك، ولا بتقدر تقعد فترات طويلة؟ ما هي دي النقطة بقى، وازاي نقدر ان احنا نستعيد او نزود المدة بتاعت انتباهنا وتركيزنا مرة تانية. هنتكلم برضو لسه عن الخطوات. فهو التشتت ده بيحصل لما انت بتحول انتباهك بشكل لا يمكن السيطرة عليه لنشاط تاني. يعني فجأة انت بتذاكر او بتتفرج على فيديو مهم مثلا تبع الكلية بتاعتك، وفجأة برضو رحت تفتح كده فجأة تيك توك بشكل لا ارادي كأنك مدمن. فبيقولك ان الاطفال او الناس اللي يعني في سن معين، الاطفال الاكبر من سن معين، بيكونوا قادرين ان هم يقعدوا فترات طويلة اكتر من الاطفال الصغيرين. يعني الطفل الصغير قوي 4 5 سنين والكلام ده بيكون فترات الانتباه عنده طبعا برضو ايه قصيرة، او ما بيعرفش يركز على مهمة لفترة، بيبقى دايما عايز يلعب، ولو شوف حاجة تانية تشغله بسرعة يروح للتانية وهكذا، كل ما يشوف حاجة تشغله يجري بسرعة عليها ويسيب اللي في ايده. ففي بقى حاجة اسمها الاتنشنال كنترول او التحكم في الانتباه، او ممكن تستخدمه ان هو التركيز برضو غير الفوكس، ولكن هو ممكن تقول ان هو نوع من التركيز، ان هي قدرتك بقى على اختيار ايه اللي انت عايز تنتبه ليه او تركز عليه، وتعرف ايه اللي انت تتجاهله. يبقى هنا في نقطتين، ايه اللي انت يعني هتركز عليه وايه اللي انت هتتجاهله. دي حاجه مهمه جدا زي ما قلنا في عصر السوشيال ميديا، ان انت تبقى عارف ايه الحاجه اللي مش مهمه بالنسبه لك واللي مش هتكون مفيده على المدى الطويل، فالافضل ان انت تتجاهلها. يعني فيديوهات مثلا عمال تقلب في التيك توك، انت عارف ان ده ولا هيفيدك في مستقبلك ولا هيفيدك في اي حاجه، ولا حتى في العشر ايام اللي جايين مش هيفيدك في اي حاجه في الحياه. ف لو انت عارف المعلومه دي كويس ومتيقن منها هتركز على حاجه اهم. وطبعا برضو القدره دي بتكون اضعف عند الاطفال من البالغين، يعني ممكن البالغين يقدر يتحكم شويه في انتباهه اكتر طبعا من الاطفال. وازاي تقدر تركز على حاجه معينه في وسط حاجات كتير مشتته؟ ظهر مصطلح حفله الكوكتيل او كوكتيل بارتي افكت، او تاثير حفله الكوكتيل. ده معناه ايه؟ يعني هي ظاهره كده بيركز فيها الدماغ الانتباه بتاعك على حاجة معينة، عادة بيقولك بتكون سمعية، ده مصطلح كده في النص يعني ايه بنمر عليه سريعا، حاجة سمعية اديكم مثال طبعا، ويستبعد حاجات تانية. زي مثلا انت قاعد في حفلة كوكتيل، اوضة زحمة، ناس كتير بتتكلم، ومع ذلك انت مركز مثلا في محادثة مع الشخص اللي جنبك، بتحاول يعني فاهم، بتحاول تستبعد الاصوات الكتير اللي في زحمة الحفلة دي وتركز على صوت واحد. بتبقى صعبة، ولكن في ناس بيكون عندهم القدرة دي، كأنه بيعزل الصوت مثلا اللي حواليه. فليه بنقول الظاهرة دي او التأثير ده؟ لان هي نوع برضو من كأنها نوع من الاهتمام الانتقائي، او انت كأنك بتستمع بشكل انتقائي، بتركز على حاجة معينة وتتجاهل اصوات تانية حواليك، او تسمع مثلا اسمك بين مجموعة كبيرة قاعدة واصوات كتير متداخلة، ومع ذلك سمعت حد بينادي اسمك، قدرت تركز في وسط الحفل ده او الصخب اللي موجود.
من المصطلحات كمان المهمة اللي برضو سمعناها بشكل كبير في فيديوهات كتير وعلى السوشيال ميديا طبعا الديستراكشن او الالهاء، ان انت برضو عملية تحويل انتباهك على حاجة بعيدة عن تركيزك المطلوب. يعني بيحصل طبعا لانك في عدم قدرة على الانتباه او عدم الاهتمام بالموضوع اللي بين ايديك، زي ما قلنا بتذاكر مثلا، ففي حاجات بقى distractions او في ملهيات بقى، زي طبعا الموبايل هو رقم واحد، ودايما اي نصيحة في اي فيديو بيقولك ازاي تتخلص من الديستراكشن او كده، تبعد الموبايل عنك، تخليه في اوضه تانية، تقفله، تعمله في وضع معين بحيث ان هو ما تستقبلش اشعارات. دي اهم نصيحة بتكون موجودة عشان تعرف تركز في اللي بين ايديك. فطبعا المشتتات بتكون سواء مصادر خارجية او داخلية، يعني ساعات انت في مشتتات جواك، مثلا جعان فانت متشتت بالموضوع ده، او تعبان، او عندك قلق، او احلام يقظة، او الكلام ده كله. ولكن المشتتات الخارجية طبعا برضو ممكن يكون ضوضاء، ولكن من اشهرها هي طبعا الموبايل والسوشيال ميديا بقت هي المشتت رقم واحد. وطبعا التشتيت ده خطر حتى على السواقة، يعني سواقة السيارات لو تشتت ممكن بتتسبب بالفعل في حوادث كتير جدا حول العالم بسبب التشتت وفتح الموبايل اثناء السواقة. لدرجة ان في نظرية كانت معمولة عن ان هي نظرية استعادة الانتباه، واختصارها ART، ان هو بيقولك ينفع الناس تركز بشكل افضل بعد ما يقضوا وقت في الطبيعة، او يبصوا كده المناظر الطبيعة. دي كانت نظرية موجودة ان انت لو قضيت وقت بعيد بقى عن الموبايل وترجع كده للحياة الطبيعية، وتنزل بقى وتبص للشمس والاشجار ومش عارف ايه، بتساعد في استعادة الانتباه. طبعا في مصطلحات كتير بقى متعلقة بالاقتصاد كمان، يعني زي مثلا اقتصاد الانتباه والانتباه المسروق، وحاجات كتير جدا خاصة بالشركات. الشركات كل هدفها ان هي تسرق انتباهك، تقعدك اطول وقت على التطبيقات عشان تبدأ تديك وتغذيك بالاعلانات. احنا بقينا آلة بتبخ فيها وسائل التواصل الاجتماعي كمية من الاعلانات والثقافة الرأسمالية بشكل رهيب جدا. يعني هو غرضه الاساسي ان انت لازم تقعد اطول وقت ممكن، كل ما تطول في الوقت هيقدر يغذيك بالاعلانات فتشتري المنتجات. فهي دايرة يعني مفرغة، ناس مش عارفة تخرج منها، بيقعدوا بالساعات على التيك توك ويسيبوا اللي وراهم ويسيبوا اهدافهم واحلامهم عشان شوية ناس قاعدة في فيديوهات بيرقصوا والكلام ده كله. طبعا ليه تأثير كبير على المخ والصحة البدنية، وبتجيب كمان ساعات سوء تغذية من الفود بلوجرز اللي انت قاعد تتفرج عليهم مثلا وتحاول تعمل زيهم والكلام ده، وبتعمل اضطرابات في الطعام، مشاكل بالجملة للتيك توك او السوشيال ميديا او الفترات الطويلة عليها. فالاتنشن ايكونومي اللي هو الاقتصاد بالانتباه او الاهتمام، وزي الشركات بتعتمد بقى على الاعلانات وتزود الوقت والاهتمام بتاعك على البرامج والتطبيقات عشان تشوف اعلانات، بيتعامل معاك كسلعة ويطبق نظرياته عشان يبدأ بقى ايه يجذب انتباهك بكافة الاشكال، الشركات يعني، عشان تبدأ بقى ايه تشتري منتجات. فمثلا في الاعلانات مصطلح اسمه اقتصاد الانتباه، ده برضو يعني بيتعامل مع انتباه المستهلك او الشخص اللي قاعد ده ان هو مورد معين او هدف عايز يسعى ليه، وعايز يديك اكبر كم من طبعا الاعلانات. زي مثلا بريد الكتروني بقى بيجي لك بكميات كبيرة شركات، او اشتري المنتج الفلاني او مش عارف ايه، والاعلانات اللي بتطلع على الفيسبوك وفي كل حتة، ويعني في كل البرامج اللي حواليك هتلاقي كمية اعلانات رهيبة. يعني في نظرية تانية اللي هي attention theft او سرقة الانتباه بقى، ان دي برضو نظرية موجودة ومصطلح، ان المسوقين بقى بيجيبوا برضو اعلانات وبيحاول يشتت انتباهك بمحتواهم الاعلاني ده. وتم انتقاد المصطلح ده ان هو كمثال على التسويق الغير الاخلاقي، يعني ان هو يبدأ يعني يغذيك بكمية اعلانات رهيبة ويأثر عليك بشكل غير اخلاقي عشان تشتري السلعة. هنشوف بعض المقالات على موضوع الناس تركيزها او انتباهها قل. ففي مقال بيقولك مثلا ايوه الاتنشن بتاعك اتسرق، بيقولك it was stolen. يعني وسائل التواصل الاجتماعي بيتكلم بقى المقال عنها، وانها بتدمر قدرتنا على التركيز، وان احنا بحاجة بقى لاستعادة عقولنا مرة تانية. وكان بيدي مثال طبعا في المقال بشخص بقى يعني ايه حياته اتغيرت بعد دخوله عالم السوشيال ميديا، وبدأ ما عادش عارف يركز على حياته، وان احنا عايشين في ازمة انتباه خطيرة لها تأثير كبير على حياتنا بسبب السوشيال ميديا. وبدأ بقى يفوت على ناس خبراء بارزين في مشاكل انتباه الاطفال والكلام ده كله، ويسألهم على الثقافة اللي احنا عايشينها، وقال مصطلح كده ثقافة مسببة لأمراض الانتباه او تشتت الانتباه بكافة الوسائل في العصر اللي احنا عايشينه، وازاي المجتمع بيعمل فينا كده. وراح برضو لعالم اعصاب
اسمه إيرل ميلر في هذا المقال، يعني قال عالم الأعصاب ده إن عقلك بينتج فكرة واحدة أو اتنين يعني في عقلك الواعي في وقت واحد، وإن إحنا أحاديين التفكير، ولكن بيعتقد المراهق أو الشخص اللي قاعد على السوشيال ميديا إن هو يمكنه متابعة 6 أشكال من وسائل الإعلام في نفس الوقت. هو الناس بقت فاكرة إن هم هيركزوا على 6 حاجات في نفس الوقت وتعملهم كلهم بكفاءة، وده مش حقيقي. فهو بيقول لك يعني لازم تركز على المهمة اللي في إيدك، ما تعتقدش إن أنت تركز على كذا حاجة وإن هم يطلعوا بشكل سليم، ده مش هيحصل. واتكلم على تأثير تكلفة التبديل، يعني لو أنت بتشوف مثلا الرسائل بتاعتك على الموبايل أثناء العمل، فانت مش بس بتفقد الوقت اللي بتقضيه على الرسائل او الواتساب او الكلام ده، ده انت بتفقد الوقت اللي انت هتستغرقه لإعادة التركيز مرة تانية، يعني عشان ترجع لتركيزك في الشغل مرة تانية. دي مشكلة برضو، فهي اسمه تأثير تكلفة التبديل، ان انت بدلت المهمة، يعني مركز على شغل او على اللابتوب بتعمل حاجة مهمة، فجأة بصيت على الواتساب، التكلفة مش بس ضياع الوقت على الواتساب، لا التكلفة كمان في وقت الرجوع لتركيزك تاني، صعب، بتاخد وقت على ما ترجع لنفس تركيزك. فحاجات خطيرة جدا يعني بتتكلم على هذه الفكرة والانتباه المسروق. وهنا برضو بيقولك الانتباه العالمي او الجلوبال اتنشن سبان بيبدأ يضيق، وان العصر اللي احنا عايشين فيه برضو قلل قوي من الاتنشن سبان بتاعنا، والانتباه بتاعنا اتسرق بسبب كمية المعلومات اللي بيتم تقديمها للجمهور والمشتتات الموجودة. وهنا قال برضو دكتور معين في جامعة في الدنمارك في هذا المقال، بيقولك حاجة جميلة جدا او مصطلح قاله، هو بيقول ان وقت الاهتمام المخصص في اذهاننا له حجم معين، بس العناصر الثقافية اللي بتتنافس على الاهتمام ده بقت اكثر كثافة، يعني في كمية حاجات بتتنافس على انتباهك وعايزة تشتته كثيفة جدا في مجتمعنا، برامج وحاجات واعلانات وشركات، كل دول عايزين انتباهك، مش عايزينك تعمل اللي وراك، هو مش مهم، المهم تشتري سلعتنا، المهم تقعد على التيك توك، المهم تشوف اللايفات ونكسب منك فلوس، المهم ما تقومش من البرنامج ده، مش مهم ان احنا ما تعملش شغلك، هم هدفهم كده يعني، ما تعملش اللي وراك، انت هدفهم لازم تقعد على البرنامج ده ساعات وساعات عشان نكسب منك. فهنا برضو مقال بيقول لك الاتنشن سبان هل هي بقت اقصر؟ بيقول لك الموضوع بقى خطير لدرجه ان في وكالات اخباريه بقت بتطلب من الصحفيين يخلوا القصص بتاعتهم اقل من 500 كلمه، ومحرر في رويترز بيقول برضو ان معظم القصص ما تزيدش عن 500، لان الناس ما عادتش قادرة تركز في مقالات طويلة، وحتى متوسط طول اللقطات في الفيلم بدأ يقل عشان الناس تركز، يعني في ناس ما بتقدرش تكمل فيلم على بعضه ولا وثائقي على بعضه لانهم عايزين يقوموا بسرعة يقعدوا على الكنبة ويفتحوا التيك توك. فالموضوع بقى خطير جدا ومرعب. وهنا كان بيكلموا واحدة في المقال اسمها ساشا، وقالت ان هي عندها فترة تركيز انتباه قصيرة جدا وما بتعرفش تقعد فيه في فصل مثلا بيدي محاضرة او حاجة لفترات طويلة، وبتفتح الموبايل بشكل كبير جدا. وهنا برضو بيقولك ليه كل واحد بقى قلقان على الاتنشن سبان وازاي يعني يطوره. وقالت ان يعني في استاذة للطب النفسي في كلية الطب بجامعة واشنطن في هذا المقال بتتكلم عن، هي متخصصة في التعامل مع المراهقين والبالغين اللي بيعانوا من اضطراب نقص الانتباه وفرط النشاط ADHD، وقالت ان معدلات الـ ADHD ونقص الانتباه والكلام ده بقت مرتفعة في الولايات المتحدة، بل ان ساعات بيقولك بقى المنشورات الخاطئة بتقنع الناس بامراض مش عندها، يعني بيقولك في بوستات معينة على تيك توك او فيديوهات موجودة ممكن يقعد يقولك الاعراض وما اعرفش ايه، فتيجي تطبقها عليك تلاقيها موجودة، فتحس ان ايوه ده انا عندي ADHD، او تقول ايوه ده انا عندي فعلا الاعراض دي وعندي المرض الفلاني، فساعات بيزرع في عقلك ان انت عندك حاجة هي مش عندك، ده برضو من مخاطر السوشيال ميديا. وبرضو بيقولك يعني العقول البشرية بتبقى محتاجة بقى للإثارة ومش عارف ايه والتواصل الاجتماعي، والأجهزة بتلعب على تلك الرغبات، يعني كل بقى البرامج والتطبيقات بتلعب على الرغبة اللي جواك دي، اللي هو انت عايز إثارة جديدة دايما وحاجة وتتواصل مع الناس ومش عارف ايه، فعرفوا ازاي يجذبوك لهذا الفخ، وان احنا استسلمنا للإغراء الرقمي على حسب وصف المقال. وقال بقى هنا برضو قالوا يعني ممكن تستعيد تركيزك، ان زي ما قلنا تبعد الجهاز عنك في وقت التركيز على الحاجة اللي انت بتعملها، او خليه في وضع مثلا صامت، او اقفل الاشعارات او الكلام ده كله، دي اهم خطوة تقدر تعملها. وطبعا ان انت تحدد وقت معين للبرامج اللي انت حاسس ان هي بتسرق انتباهك، اعملها حتى نص ساعة في اليوم بس، وجدول كده عشان منك ان انت يعني
شفت البرنامج اللي انت عايزه وفي نفس الوقت ما ادمنتوش، يعني حددت له وقت، وده بيديك ثقة في نفسك على فكرة، ان انت تحس ان انت متحكم في الامور دي، وان انت محدد وقت وعامل جدول، وان انت حاطط البرامج دي تحت السيطرة. هتديك ثقة كبيرة جدا في نفسك لو انت اللي مسيطر عليها مش هي اللي مسيطرة عليك. وهنا برضو السوشيال ميديا طبعا وتأثيرها على الاتنشن سبان، وانهم عملوا يعني ابحاث في 2015 وقالوا ان مدى انتباه الانسان انخفض بشكل كبير جدا، بيقول لك 8 ثواني في بعض الاحيان بسبب السوشيال ميديا. البوب كورن بقى الحاجه اللي عايزين نتكلم عليها، عقليه الفشار او يعني البوب كورن اللي احنا بناكله الذره او الفشار، وازاي السوشيال ميديا بتقتل الاتنشن سبان. فالعقليه المصطلح ده ظهر وانتشر في مقالات كتير جدا، اللي هو دماغ الفشار ده او عقليه البوب كورن، ان هو بيتكلم على ميل انتباهنا وتركيزنا للقفز بسرعه من حاجه للتانيه زي فرقعه حبات الفشار. فقال لك اول صياغه للمصطلح كانت في 2011 في جامعه واشنطن، وبعد كده بداوا يتكلموا على الظاهره دي لما بقت حياتنا اكثر رقميه، انتشر جدا المصطلح اللي هو بقى بيتكلم على التمرير المفرط بقى وتصفح، وعمال تقلب في حاجه بسرعه تخش في التانيه تخش في التالته، تقلب على البرنامج الرابع بقيت عامل عقلك بقى عامل زي البوب كورن بينفجر كده زي الفشار في الحله، بيخبط ويعمل اصوات من كتر ما انت مش قادر تقعد على برنامج واحد ومش قادر تركز على مهمه لفتره طويله. وطبعا بيقولك بقى بيحذر ان دماغ الفشار دي بتاثر سلبيا على التفاعلات الاجتماعيه والرفاهيه العاطفيه والانتاجيه طبعا، وبتزود القلق والارهاق. فالحل يعني حسب المقال تقلل من استخدام التكنولوجيا، تعمل طبعا ديتوكس لحياتك الرقميه، تبعد شويه عن السوشيال ميديا على الاقل شهر او اسبوعين على قد ما تقدر، تبعد كده وتحاول تتحكم في اوقاتك، وطبعا تتامل بقى او يعني تستمتع بالطبيعه، تقرا كتاب، تمارس الرياضه، وتحذف التطبيقات اللي انت حاسس ان انت مدمن عليها، تحذفها في الاول وبعد كده ممكن ترجع لها زي ما قلنا وتحدد وقت. وده برضو مقال تاني بيتكلم على البوب كورن برين، وازاي ان السوشيال ميديا خلت علينا زي حبات الفشار، وده برضو مقال اخر The Rise of Popcorn Brain. كله بقى المقالات بقى بتتكلم على هذا المصطلح، وفي كتاب برضو اسمه مدى الانتباه طبعا لجلوريا مارك، كان بيتكلم على موضوع فترات الانتباه وازاي انخفضت في العالم كله. فينا بقى وسائل لان انت تعمل امبروف للفوكس بتاعك والتركيز، يعني النصايح كده ازاي تعرف تستعيد تركيزك مرة تانية. فبينصحك بحاجات كتير، انت زي ما قلنا تبدأ تمشي، تذهب في نزهة صباحية زي ما بيقولوا، الصبح مش اول حاجة تفتحها البرامج والفيسبوك، لا انزل لو انت مثلا انت كده كده بتنزل تروح مثلا المدرسة او الجامعة او الشغل، بس مش اول حاجة تفتحها على الصبح هي السوشيال ميديا. حاول تركز في الحاجة اللي وراك وتكون كل دماغك في المشوار اللي انت رايحه او الشغل اللي انت نازله او المحاضرة ومحضر لها مثلا، والسوشيال ميديا دي تخليها بالليل خالص بقى، يعني اللي هو انا مثلا هقعد نص ساعة او هقعد ساعة بقى بالكتير يعني. وبينصحك طبعا في التغذية بشكل جيد، خصوصا وجبة الافطار، وترتيب مساحة العمل لما بتكون قاعد في حاطط بقى اللابتوب وحاجات كتير حواليك، ترتبها بشكل منظم، ده بيساعد برضو في زيادة الانتاجية والتركيز. وبنصحك برضو تكتب اليوميات بتاعتك لو تقدر، دي برضو حاجة تعمل تفريغ نفسي ومهمة لجوانب كتيرة في الحياة. وطبعا الرطوب رطوبتك بقى، رطوبة جسمك، او ان انت يقولك بيتكون دماغنا في الاغلب من الماء، فلازم شرب المياه بكميات كويسة عشان برضو تساعد على التركيز. وان انت تقفل طبعا، نصيحة بقى اللي في كل المقالات، ان تقفل هاتفك بعيد عنك او تبعده في اوضة تانية او تحطه في الدرج، اعمل اي حاجة بس ما تركز. وطبعا ممكن تستخدم البومودورو، تحدد وقت معين وتاخد بريك وبعدين ترجع تاني، تساعدك في التركيز على المهمه. ده برضو مقال تاني اللي انت تعمل امبروف الاتنشن سبان، تستعيده مره تانية. وهنا بيركز برضو على النوم، بتدي الاولويه للنوم الجيد، مش السهر بقى اللي حد يقول لك انا بقعد لخمسة الفجر وقاعد على التيك توك ومش عارف ايه، حاجه مش مفرحه يعني، حاجه حزينه. هو الفكره ان انت النوم الجيد هو اللي بيخليك تكمل في اليوم بعد كده وتعرف تركز في اليوم اللي بعده، ولكن لو ما نمتش بشكل جيد طبعا بسبب التيك توك او البرامج هيخلي اليوم مش كويس. وطبعا نصيحة تانية ممارسة الرياضة، وزي ما قلنا برضو الاغذية المغذية والمياه والتأمل والكلام ده كله، يعني نفس النصائح اللي كانت في المقالة اللي فاتت، ولكن هنا بيركز برضو على فكرة البريك او فترات الراحة اللي هي مهمة جدا لاستعادة نشاطك مرة تانية، وانت تقسم المشاريع الكبيرة لخطوات صغيرة عشان تعرف تبدأ تمشي فيها بشكل تدريجي وتركز على مهمة واحده في كل مره، ما تحاولش تتشتت في يعني مهمات كتير حواليك. فطبعا ده مصطلح مهم جدا الاتنشن سبان، وتعمل عنه كتب وتعمل عنه ابحاث، وانه قل جدا في عصر السوشيال ميديا، وكل الشركات عايزه تعمل الاقتصاد وتكسب
من وراك وتبيع السلع على حساب انتباهك وتديك اعلانات طول اليوم في كل البرامج، هو ده هدفهم. فهدفك انت بقى ان انت تكمل في طريقك وتركز في الحاجة اللي انت بتعملها، شغلك او مذاكرتك او الكورس اللي انت بتاخده او كده، وتبعد كل المشتتات عنك وتركز على مهمة وحيدة اللي هي بين ايديك، لان دي اللي هتساعدك في المستقبل، مش التيك توك ولا السوشيال ميديا. دي كانت حلقتنا عن هذا الموضوع، يا رب تكون حلقة عجبتكم، واشوفكم على خير ان شاء الله في حلقات قادمة، ومع السلامة.